فيك، ولا زلنا في نفس الموضوع، داوم مرضاكم بالصدقة. هذيك مرت كبيرة عندها عيال، ما عندها بنات، عندها تقريبا الله رزقها بأربع ولا خمس، وهي قديم يعني خلينا نقول في بداية السبعين من عمرها، مصطحها وبخير وعافية، لكن سبحان الله العظيم الله ابتلاها بمرض السرطان. وصاها الدكتور، وصى عيالها، قال أمكم لابد من عندها خادمة تحت يدها 24 ساعة، علاج وأدوية، وممكن يصير في دوخة، خاصة أن العيال أكثرهم موظفين ويروحون وعندهم ارتباطات. قالوا خير إن شاء الله، راحوا فعلا واستقدموا عن طريق اندونيسيا خادمة، وجاءت الخادمة وما شاء الله تبارك الله قائمة بهالحرمة على أكمل وجه. تقريبا الحرمة بعد مرور أسبوعين ثلاثة أسابيع لاحظت من الخادمة فعل ما فسرته، تقول قائمة وتطيعني وما ترد لي كلام، ولكن عقب ما تخلص من خدمتي تروح أما غرفة ولا أكرمكم الله والسامع والمشاهد لدورة المياه، وتجلس من نص ساعة إلى 40 دقيقة أحيانا إلى ساعة. سبحان الله. وتتكرر هالفعلة في اليوم مرتين، مرة ثلاث مرات. استغربت وخلتها على راحتها. وبعد تقريبا مرور ثلاثة أسابيع ازهمتها، قالت تعالي أنت ما قصرتي وتقومين بواجب ولا ناديت تجين، لكن في شيء غريب فسري لي. يقول يوم قامت العجوز تتكلمها بهالطريقة، قامت الخادمة وبكت، وبكت بكاء كبير. إيش فيه؟ أنا ضايقتك، عيالي ضايقوت، ما أعطيناس حقوقس. قالت لا كله كويس. تقول أنا يوم يجيني طلب الاستقدام، تقول أنا مقدمة استقدام من سنة ونص تقريبا، يوم يجيني طلب الاستقدام توني وضعت مولودي الأول، الله وما لي تقريبا ولا عشر أيام، وجاني طلب العمل إلى السعودية وما أبغى الفرصة هذه تروح علي، فمباشرة جيت. قالت ولد، قالت تركته عند أمي. كم لتس؟ قالت لي عشر أيام بس. كيف تتركين ولد؟ قالت أنا حنا وهلنا ظروفنا سيئة وما أبغى فوت عمل زي هذا. قالت خير إن شاء الله. وهي تجمع عيالها الحرمة دي. لا وفي الحمام وشي. أي أيوة معلش نبهت الله يجزاك خير. أي وش تسوي في دورة المياه؟ قالت أنا يوجعني الحليب في صدري ففرغه. طيب الله وجهك، أنا غير نسيت النقطة دي. وهذا السبب اللي خليني أجلس في غرفة أو في دورة المياه وقت أطول، لأنه يتعبني ففرغه. حليب ولدها اللي مفترض أنها تعطيه إياه. قالت خير إن شاء الله. وهي تجمع عيالها، قالت اسمعوا أنتوا تبون تبرون بي؟ قالي بالله يما ما سعينا في حياتنا كلها إلا برين بت. قالت اليوم تحجزون لها وتعطونها رواتبها كاملة سنتين قدام. يا يما ما جات إلا خدمة، قالت أنا بخير والله كافلني وكافل. سمعوا الكلام بس. يا سلام. رواتبها سنتين قدام تعطونها إياها وتروح وبصر الله فيها. وهي قبل تروح تاخذ لها اغراض وذهب وكسوه واشياء لطفلها وسبحان الله وتسافر الخادمه فعلا. في موعدها الجاي تقريبا بعد شهر الدكتور وقف، دكتورها الخاص وقف من على الكرسي منهبل ومصعوق، يقول انت اللي كنت تجيني وانا كاتب لك كيماوي وبتبدين وانت اللي فيس كذا وكذا. قالت ما شفت غيرها. قال لا مستحيل. وبعد ما تأكد فعلا يقول والله العظيم ما فيه ولا ذرة سرطان في جسمه نهائيا. الله أكبر. نرجع ونقول نفس ما قال أستاذنا الكريم، داووا مرضاكم بالصدقات، وهذا كلام الله وكلام رسوله. في الصدقة أثرها عظيم جدا وجبار.